اهالي الشهداء امبارح كانوا واقفين عند التجمع قدام المحكمه عشان محاكمه حبيب العدلي. وحبيب العدلي كالعاده خد تاجيل طبعا عشان يهدوا يعني يشوفوا الناس هتعمل ايه. الناس انهارت وضربوا العربيات. ما قلناش لا. جم بعد كده عملوا حصر للاهالي وقبضوا على الاهالي اللي هم ضربوا طوب، لان الاهالي دي اهالي شهداء. فانا لما يبقى اخويا ميت شهيد واللي قتله قدام عيني وفي الاخر يروح احنا اجلنا عشان خاطر في الاخر يطلع الموضوع على فشوش، وبعدين في الاخر يجي يحبسوني عشان انا بدافع عن اخويا اللي مات. هم قبضوا عليهم. النهارده كان في المفروض تكريم للشهداء عند مسرح البالون. الشرطه والداخليه نزلت ضربت فيهم وبهدلتهم، وبعدين الناس راحوا وقبضوا على ناس منهم، راحوا انضموا لمسبيرو. بعد ما انضموا لمسبيرو ضربوهم هناك هم والناس اللي هناك، وخطفوا بنات اخوات شهداء كانوا واقفين منضمين مع الناس هناك في مسبيرو. وبعدين الناس اللي قدرت انها تخرج من مسبيرو ونزلت على ميدان التحرير جم على وراهم على ميدان التحرير وجابوا مدد عساكر وامن مركزي، وعملوا نفس اللي عملوه يوم 25 يوم 28، قنابل مثيره للدموع ومطاط وخراطيش. نفس الموضوع بتاع 25 بالظبط. هما اللي اتعلموا من درس بتاع 25 و28، ولا المشير طنطاوي يتعلم ان احنا مش هنسكت ومش هنقول لا تاني ومش هنسكت على حقنا تاني. هو مش قادر يستوعب ان الشعب فاق. الشعب عارف يقول لا، وعارف ان كلمه لا هي خلاص صحيوا. ولازم المشير يطهر نفسه بقى شويه. احنا مسامحين في اللي هو عمله مقابل ان هو يطهر الفساد اللي موجود كله. يا مشير لو انت خايف على قضايا الفساد بتاعتك محدش هيفتحها، بس طهر الباقي. احكم على مبارك واحكم على عدلي واحكم على الناس اللي انت رميهم في السجون. الناس اللي بتتحاكم محاكمات مدنيه دي اول ناس المفروض تتحاكم محاكمه عسكريه، والناس المدنيين هم اللي بيتحاكموا في محاكمه عسكريه. يا مشير زي ما مبارك لغى القانون اللي اتقدم له ان هو بعد ما يبقى مش رئيس جمهوريه بعد كده ممكن ان احنا نحاكمه قدام محاكم مدنيه، ورفض يصدق على القانون دوت. المشير طنطاوي عمل نفس الموضوع وقال ان اي حد عسكري بعد ما يطلع على المعاش لما يجي يتحاكم هيتحاكم قدام محكمه عسكريه عشان يبقى ضامن. احنا بنضمن لك ان محدش هيتعرض لك، ومش هنحقق معاك في قضايا فساد خالص مقابل ان انت تحقق في قضايا الفساد اللي موجوده، وتطلع ضباط 8 ابريل اللي هم سمعوا كلامك. ولما انت قلت انا خدت شرعيه من التحرير هم نزلوا التحرير عشان يثبتوا كلامك، وفي الاخر انت رميتهم في السجون. 13 منهم واخد 10 سنين مشدد ولحد دلوقتي انت ما صدقتش عليه علشان يمكن تشدد العقوبه اكتر من كده، وتسعه تانيين مستنيين اوامرك عشان تكلم القاضي عشان تقول له تدي له الظرف اللي يقرا منه الحكم. يا مشير عيب، انت خدت شرعيتك من التحرير، وشرعيه زي ما حطيتك في الكرسي دوت تقدر تشيلك. الشرعيه كانت من التحرير والتحرير هو اللي هيقدر يشيلك. والاعلام الدستوري هيقضي على حاكم دستوري اللي هو على حاكم ديكتاتوري اللي هو انت يا مشير. طهر نفسك بقى وحط نفسك في التاريخ بدل ما تحط مع مبارك.